ولهذا قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، افتتنوا في النساء فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ولذلك نجد أعداءنا، أعداء ديننا، أعداء شريعة الله عز وجل يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله، وتصبح النساء وكأنهن دمى أي صور، لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يزينونها، كيف يجملونها، كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد، وتنتف الشعر، الساق، الذراع، الوجه، كل شيء، حتى يجعل أكبر هم النساء هو أن تكون المرأة كالصورة، كأنها صورة من بلاستيك، لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد. ثم إن أعداءنا، أعداء دين الله، أعداء شريعة الله، أعداء الحياء، يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق، ويجعل الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شيء شر كبير وفتنة عظيمة، لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد، كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف، الوظائف الرجالية، ويدعون الشباب ليفسد الشباب ويفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج، كل ذلك محتمل، محتمل إذا كان المرأة مع الرجل في الوظيفة. وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف فيها الرجال والنساء. ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها، وتصبح الأسر متفككة. ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم، وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق، ولو كان الدين على غير دين الإسلام، ولو كان الخلق على خلق فاسد، نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت، ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا، نعطل رجالنا ونشغل نساءنا. ثم إن هذا أيضا فيه مفسدة عظيمة، وهي تفكك الأسرة، لأن الطفل إذا نشأ ليس أمامه إلا الخادم، نسي أمه ونسي أباه، وفقد الطفل تعلقه به، ففسدت البيوت وتشتتت الأسر، وحصل من ذلك في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا، لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء، درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة، ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام. قد يقولون إن هذا لا يعارض العقيدة، ولكننا نقول هو يهدم العقيدة. ليس معارضة العقيدة أن الإنسان يقول أن إن الله له شريك، أو إن الله ليس بموجود، أو ما أشبه ذلك، لا، هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما، لأن الإنسان يبقى يكون كأنه ثور أو حمار، لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء، ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا يجب علينا نحن، ونحن الحمد لله أمة مسلمة، أن نعارض هذه الأفكار، وأن نبث ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة. وإن كان يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنا لهم مقصودهم،
يوجد منا في هذه البلاد قوم يريدون هذا الأمر، يريدون هذه الفتنة وهذا الشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ، لكنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها. كل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل. فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليها، سلام على الدين والحياء. لهذا أقول يا أخواني، يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا. نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وأن لا يبلغهم منالهم، وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم، إنه جواد كريم.